Bonjour à toutes et à tous, mes amis. J'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus chez Cuisine Malière. Aujourd'hui, mes amis, je vous propose poivrons grillés au four. Il n'y a pas plus facile que cette recette. Alors, j'ai pris des poivrons, trois sortes de poivrons, rouge, jaune, vert, d'huile d'olive, l'herbe de Provence, poivre noir, de l'ail et du sel. Voilà tout ce qu'il faut, il n'y a rien d'autre. J'allume mon four à 180, je prépare mon plateau, je le mets au four et après on va voir la suite. Marhaba bikoum ashabi wa habibi fi kouzine malia. Aujourd'hui, nous nhadrou filfil mchoui, filfil nhadrouh soit nchouh ala kanoun ou ala gaz ou illa fi four. Tariqa sahla barcha. Ana aujourd'hui, khdit 3 noua3 nta filfil, khdit filfil asfar ou filfil ahmar ou filfil akhdar, 3 noua3 tnjmou ta3melou noua1 kima tchibou ntoum. Ana habit yebda fama couleur fi sahan ntaï ou mtwaffer zada kif kif, l'asfar mahouch mtwaffer fi koul bqa3. Lmouhem filfil mch nchouh ou ana زيت زيتونة وعنا زعتر وكليل إذا كان متوفرين وإذا كان تحبوهم في الفلفل نتاعكم والفلفل الأكحل والثوم والملح بتبيع. هذا ما كان زيت زيتونة تنجموا تحطوا زيت مائدة، ما مستحسن تحطوا زيت زيتونة مع الفلفل هذا، والفلفل حطوه مع اللحم مشوي مع ستيك هشي مع دجاج، نحطوه في كل نجموا في كل حاجة، نحطوه على البيتزا يعني نحضروه نحطوه في الفريجدير وهون يعاوننا خاصة الناس اللي تتخدم وما عندهاش الوقت أو معناها يحضروا الفطور ولا العشاء بتاعهم بسهولة تامة. باه ناخذوا البلاطو، انا شعلت الفور على 180 درجه، مش ناخذ البلاطو نحطه في الفور تو سامبلومون، فما حتى حاجه صعيبه. باه ناخذ تو البلاطو المساس نحطه في الفور نشوي فيه، ما فماش ما اسهل، ولا نحطه في الغاز. الفلفل راهو مغسول، لو بوفون سون لافي فوالا، اي جو لو مي او فور جوسكا كال سوا غريلي. كما تشوفوا صحابي وحبيبي الفلفل صاي قريب شوية، مازال لي شويه وكاوا ولا زامي لو بوفون سون كريي. ناخذ صفاية ولا كسكيس بحذايا، كما تعرفوا الفلفل هذايا فيه الماء، لازمنا نحطوه باش يستقطر، بعد نحولو القشور خلوه يبرد ومن بعد نحولو القشور وخلوه يستقطر لنا. بعد ما بردلنا الفلفل تو باش نقشروه ونحطو الصفاية كيما قلت لكم باش يستقطر منه هاك الماء الكل، ومن بعد عاد باش نشوفو القيم. نظفو الفلفل بالطريقة هاذيا، ونرسيب الفلفل هذا في ساعة قشروه، معندناش حتى مشكلة من غير ما نحطو في صاشي بلاستيك ولا مضرة للصحة، في ساعة في ساعة نظفو فما حتى مشكلة. حطينا زادا حطيت فلفل حار، إذا كنت تحبوا تحطوا الفلفل حار حطوا، راهو يبان لكم الفلفل ولا جميل أنتيمون. خلوا الزريعة باش مزيان برشا يعطي الفاح للفلفل نتاعنا. صاي الفلفل قشرناه كيما تشوفوا، شفتوا الماء كيفاش أكل معاه بالماء، خلوه يستقطر بالبداية وعلى عاد باش نحطوه في الزيت. ناخد توا الشكارة نتاعي وباش نحط نخلطو بالزيت ولا ميزانيو إلي خي يا با بلو سامبل كو سا. حط الزيت وما غير ما نقصه نخليه كيما هو، وقت الحاجتي نخرج نقص نحب نعمل بيه اش نحبين. فوالا جو لو لايس كوم الي، جاجوت ان بو دارب دو بروفونس، حط شويه زعتر وكليل اذا كان تحبوا ريحه الزعتر وكليل، ماهوش حاجه لازمه، والفلفل الاكحل والملح. ماذا بيكم ما تكثروش الفحات، عندنا الثوم
de l'ail. حطوا الثومة عنا أخضر زي كيف كيف باش يعطينا بنة. ونجمو خلوه حتى 10 أيام في الفريجيدير وما يقعلو حتى شيء. المهم ما تبدوش ياسر دخلوا تخرجوا من الفريجيدير، يعني تحطوه في بيبي سيل صغار وتجدوا فيها مسيرة. صاي الفلفل الاحضر نجم نحضروا معاه اي حاجه ويسمى فطور مزيان برشا. ولا ميزانيه وني على فا ما نحكي لكم شعر بنا عاد نتاع الفلفل وريحته مزيانه اللخه في الدار. هذا هو الفلفل نتاعنا صحابي وحبيبي، روسيت سهله برشا، روسيت اي واحد ينجم يحضرها. وماذا بينا الفلفل نشوه على الفحم اذا كان متوفر، واذا كان مش متوفر نحطوه في الفور ويجيكم مزيان وبنين، خاصه كي تحطوا فيه زيت الزيتونه والثوم راهو روعه، ريحته ما نحكيلكمش. تزيدوا قريبه طيف، تزيدوا مرسول لحم دجاج استكاشي اللي هو موجود، وتفطور تحفون برشا الحقيقه. وكي يبدا عندنا الفلفل حاضر بالطريقه دي من غير مطماطم من غير حتى شيء، نحطوه في الزيتون نحطوه في الفريجيدير، ووقت الحاجتنا فيسع فيسع نحضروا فطورنا. نجم نحطوه على البيتزا زاده كيف كيف، نحطوه في المكرونه تبدا بيضه ونحطوا عليها الفلفل هذا يجيكم مزيان برشا. ان شاء الله عجبتكم الطريقه، وما تنسيوش تحطوا ابوني وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم الروسيت، وبارطاجي الفيديو مع الاصحاب والحبيب. وفي امان الله، وان شاء الله تقابلوا في روسيت ما احسن وخير اصحابي وحبيبي. شهية طيبه. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre poivron grillé, il est prêt. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec la famille et les amis. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.